مساء الخير عليكم، مساء الخير، مساء الفرحة والسعادة. كل سنة وانتم طيبين على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله عيد سعيد على الأمة العربية وعلى الأمة المصرية وعلى كل شعوب العالم إن شاء الله، على قائدها القائد العظيم الكابتن طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي أنا في رأيي أنه رجل التحديات. بنقول كل سنة لرئيسنا، لجيشنا، لشرطتنا، لشعبنا كله. كل سنة وانت طيبة سهام، وانت طيب، وعيد سعيد على الجميع. كلنا كل سنة واحنا كلنا طيبين، كل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية بخير. مساء العيد، مساء الفرحة، مساء جديد في البيت الكبير. برحب بحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. البيت الكبير النهاردة حب يعيد عليكم ويسهركم معانا، ان شاء الله سهرة تعجبكم. ودايما البيت الكبير من اول يوم وزي ما قلنا بيجمعنا يا كابتن هاني طبعا. فنهاردة ان شاء الله عندنا ضيوف هتستمتعوا باصواتهم علشان هيعيدوا على حضراتكم، على الشعب المصري كله. وكمان معانا مفاجأة في اخر الفقرة دي هتستمتعوا برضو بيها جدا، وجمهور الاهلي هيستمتع بيها جدا جدا. خلينا اقول لك ان احنا هنخرج بره الاطار شويه، الاخبار والكواليس. خلينا نفرح مع الناس طبعًا. ونعيش الفرحه مع الناس، ويكون معانا نجوم كتير جدا انتوا النجوم بتحبوها، واكيد معانا نجم من ابناء القلعه الحمراء، وهيكون معانا ان شاء الله مفاجآت كتيره جدا جدا في السهره النهارده يا سهام طبعًا. ويعني زي ما بقول لك عايزين نعيش مع بعض فرحه طبعًا. فرحه العيد ولمه العيد وان شاء الله باذن الله يكون كل ايامنا اعياد باذن الله. يا رب يا رب. هو الحقيقه العيد يعني يمكن بقى مختلف شويه، وبقت الفرحه شويه مختلفه، بس لازم في العيد نفرح، ولازم في العيد نعيد. وفي يعني في عيد الاضحى يعني تحديدا الاجواء بتاعته بتكون مختلفه ومميزه في مصر. العيد يعني الخروج، يعني جناين، يعني بتذبح، يعني عيدية. بص يا سهام، حاجات يعني كتير جدا. أنا في وجهة نظر الشخصية إن العيد في مصر ليه طابع خاص جدا. العيد في مصر وخاصة كمان رمضان بيبقى ليه طابع مميز جدا. على سبيل المثال أنا يعني أنا مولود في عابدين، حي شعبي. كان عندنا حارة كده صغيرة قاعد فيها، فكنت بصل لغاية صلاة العيد، بفضل لغاية صلاة العيد فعلا. علشان الناس اللي تحتينا يعني الله يمسيه بالخير، عم عبد العزيز وولاده الحلوين، أول أضحية بتطلع عندنا في البيت الله. ودوت يعني ما تقدريش تلمسيه في أي حتة في العالم. صح. يعني هو ده الشعب المصري كلنا سعداء بالعيد، مسلمين ومسيحيين كلنا كمصريين سعداء بالعيد. بنشوف ده في عيون الأطفال، في بسمة الناس الكبار. صحيح. بنشوفها في العيدية. العيدية بقت خلاص ماركة مسجلة للأعياد. صح. وزي يعني يا ربنا إن شاء الله يديم مصر على أعياد وفرحة وسعادة. وعندنا طبعا فرحة العيد مع الناس. صح. عندنا تقرير ازاي كان لازم نرصد الفرحه طبعًا دي النهارده، خاصه ان احنا في اول يوم يعني هنعيش معاكم. لكن خلينا دلوقتي نروح لتقرير بيرصد